انا عزمت السرطان. بدات بقى رحله المرض ازاي؟ كانت بالنسبه لي حاجه صعبه يعني. اول قرار اخدتيه عشان تقولي انا عزمت السرطان؟ ان انا ارجع حياتي احسن من الاول. الكانسر مش معدي خالص يا جماعه. لما سالت وعرفت ان المرض ده ما بيتنقلش وما بيعديش اطمنت. اي واحد فينا ما بيحبش يشوف نفسه تعبان وما بيحبش يشوف نفسه مريض. الكانسر لما جه بقى كان حاجه اكبر من انا مخي يعني. تعالوا نستعرض كل الحاجات دي في برنامج كامل ان شاء الله يبقى اول برنامج توعوي. اخر اربع جلسات بكله. يعني انا دلوقتي ما اشوفش لدمعتي من يوم ما خدت الكيماوي الاول. ايه الحاجه اللي كانت فيك قبل التعب او شايف انت كسبتها من السرطان؟ علمك ايه؟ ما كانش عندي صبر. عايز تعدي اصبر لنهايه الوقت. اول ما تعرف ان عندك كانسر لو شفته فعلا يفرق معاك، يعني يا رب يفرق معاك وفعلا تحس ان انت خفيت. وإن هي رحلة وهتعديها زي ما قلنا، هتعيشها بطريقة تانية بس هتعديها. وإن السرطان ما بيموتش، أنت بتموت لما عمرك بيخلص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.